بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم يا أبطال. النهاردة بإذن الله أنا جاي أحل معاكم دليل التقويم، الجزء الأول من قصة الأيام. في الفيديو ده شاء الرحمن الرحيم هتحصل على الرابط اللي تقدر تنزل بيه الكتاب الإلكتروني على جهازك، وتلاقي فيه الإجابات النموذجية لقصة الأيام الجزء الأول، وبقية الأجزاء بمشيئة الرحمن الرحيم هنجاوبها اتباعا بإذن الله عشان تستفيدوا منها. يا ترى أنا ليه اخترت دليل التقويم من وسط كل ما حولك من كتب؟ لأنه طبعا أهم كتاب على الإطلاق هو وكتاب المدرسة. طلاب كتيرة بتنسى الحقيقة ديت ويهيمون في كل وادي، وتلاقيه عمال يجيب الجرايد ويجيب التوقعات، كتب الخارجية، امتحانات المدرسين، وغافل تماما عن أهم ثلاث مصادر في هذه الأيام، خصوصا الفترة اللي قبل الامتحان: دليل التقويم، كتاب المدرسة، امتحانات الثانوية العامة السابقة. وانا اخترت دليل التقويم لانه في نسخة جديدة نزلت من المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات. المركز ده شباب هو اللي مسؤول عن مواصفات الورق الامتحانية اللي بتجيلك في امتحان الثانوية العامة، يعني ده المصدر الامتحانات، فيجب نهتم بالمصدر ونهتم بالأساس، وما نقعدش نجري ورا المصادر الكتيرة اللي هتشتتنا وهتشككنا في إجابتنا. لو سمحتوا انتبهوا للي قلته دلوقتي تاني: المصادر الكتيرة خارج نطاق المسؤول أو الكتب المسؤولة بتشتت وتشكك. بيبقى الطالب قدامه مصادر كتيرة جدا وبيلاقي إجابة هنا مختلفة عن الإجابة دي، بيلاقي سؤال خارج المنهج، ويلاقي حد عمال يجذب الانتباه بأسئلة غريبة، أسئلة ملهاش علاقة خالص بالمنهج، وانت أصلا الفترة دي كل ما بيقرب الامتحان بتتوتر، فالأسئلة دي بتوترك أكتر. فلو سمحت شيل خالص من على مكتبك كل كومة الورق دي، وسيب على مكتبك بس دليل التقويم وكتاب المدرسة وامتحانات الثانوية العامة. وأؤكد لكم جميعا، والامتحان بينا إن شاء الله، إنك لو عملت كده هتلاقي الأسئلة بالنص قدامك أو قريبة جدا مما حليت. فالتركيز مهم جدا، التركيز هو مفتاح النجاح. فلذلك أوصيكم بالاهتمام بالإجابات اللي أنا هقدمها لكم. مع ان قصة الايام سهلة، وخصوصا الجزء الاول، وكتير من الطلاب ما بيشتكوش منها، الا ان الممتحن ذكي لانه بيجيب الامتحان في صورة السهل الممتنع، يعني هو عارف كويس قوي ازاي يخسرك درجات وما تقدرش تتكلم. بمعنى يجيب لك السؤال، والسؤال ده يا إما من ما بين السطور، وهنلاقي ونتعرض في دليل التقويم لبعض هذه الأسئلة، يا إما السؤال بيبقى محتاج إجابة معينة، وانتم معظمكم للأسف الشديد من خلال تصحيح كثير من ورق الطلاب بلاقي الإجابات الناقصة، الإجابات المختصرة جدا. تبص تلاقي مثلا الإجابة محتاجة 3-4 سطور، ألا الطالب كاتب لي جملة أو سطر أو سطر ونص، ده طبعا حينقص درجاتكم جدا. عشان كده النهاردة بأوصي كل واحد، مهما كنت متأكد من إجابتك، لو سمحت شوف الإجابة اللي أنا مجاوبها. ده أنا لدرجة أني تقريبا ماضي تحت كل إجابة، نوع من توثيق الإجابات عشان نبعد تماما عن فقدان أو نزيف الدرجات اللي بيحصل بدون ما نشعر. وده للأسف ان احنا بنطلع من الامتحان راضيين عن انفسنا جدا، وان الامتحان سهل جدا، والحمد لله انا حليت كويس، تفاجأ انك جايب في العربي خسران 10 أو 12 درجة، وتروح تكشف على ورقتك وتقول ليه وازاي، تلاقي نموذج الإجابة هو عدوك الأساسي، او استهتارك
او عدم توثيق الاجابة هو السبب في انك انت نقصت. انا مش بخوفكم، انا برفع درجة المسؤولية بحيث ان احنا نكون قد المهمة اللي احنا داخلين نعملها ومحدش يضحك علينا وياخد منا الدرجات ويجري. فان شاء الرحمن الرحيم بالرابط اللي هيظهر قدامك دلوقتي هتنزل على جهازك، طبعا على الكمبيوتر مش على الموبايل، هتنزل كتاب الكتروني هتفتحه هتلاقيك زي الكتاب بالظبط، والناس اللي متعودة تنزل سلسلة الكتب بتاعتي عارفين الكلام اللي انا بقوله، والموضوع بسيط. هتنزله هتفتح دليل التقويم كأنه كتاب بالظبط، تضغط بالماوس كده هيلف قدامك، تبدأ تشاور على السؤال بالماوس، تضغط هتطلع لك الإجابات، تشوف انت جاوبت صح ولا غلط، او تقرأ الإجابة وتحاول قدر الإمكان انك انت تجاوب زي ما انا مجاوب بالظبط. ده عن الجزء الأول من قصة الأيام. وإن شاء الرحمن الرحيم تباعا هتلاقوا فيديوهات بتنزل لكم بقية الأجزاء، الجزء الثاني والقراءة والنصوص وبإذن الله البلاغة وجميع فروع اللغة العربية. أرجو أن تستفيدوا لتحققوا الدرجة النهائية، وإن شاء الرحمن الرحيم تتفوقوا وتحققوا التفوق وتسعدوا وتسعدونا. فهيا انطلقوا إلى الكتاب الإلكتروني وتأكدوا من إجاباتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.